الحمد لله والشكر لله الذي منحنا القدرة على الغوص في سيرة أشرف الخلق وسيد الأنام رسول الإنسانية إلى العالمين. ولا يزال الحديث ممتداً عن غزوة الخندق. والله لن تفعلها هذه المرة خالد بن الوليد، وتجهز على محمد والمسلمين كما فعلتها يوم أحد. ستكون بطلا لقريش إلى الأبد. للمسلمين مقاتلون ماهرون، ولا نعلم ماذا يخبئون لنا هذه المرة. هذه يثرب. اللعنة، ما هذا؟ له خندق. المسلمون حفروا خندقا وأحاطوا به المدينة من كل جانب. له عمل من أعمال السحرة، فلم نعهد في حروبنا مثل هذا الأمر. تبا لك. ماذا نحن فاعلون الآن؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود المعركة ويعد العدة لمواجهة القبائل التي تحالفت ضده بقيادة قريش وقبائل اليهود، وكان دائم السؤال عما إذا كان الرجال الذين أرسلهم إلى بني قريظة قد عادوا أم لا، وبمجرد وصولهم دخلوا عليه. السلام عليك يا رسول الله، لقد تحققت مخاوفك ونقضت بنو قريظة العهد. ماذا نحن فاعلون مع هذه الحيلة التي فعلها محمد؟ لم تشهد حروبنا مثل هذا الأمر من قبل. خندق؟ خندق يا محمد؟ سأنطلق ومعي عدد من الفرسان لمحاولة الالتفاف حول الخندق ودراسة النقاط الضعيفة فيه. أرى أن هناك أمراً ما ينبغي أن نفعله قبل اقتحام الخندق يا خالد. وما هو يا حيي؟ لنرسل أحد الرجال داخل المدينة خلف الخندق ليستطلع لنا ماذا يدور هناك. وكيف سيدخل هذا الجاسوس إلى المدينة والخندق حولها من كل اتجاه؟ سيدخل من ناحية حلفائنا الجدد وحلفاء محمد سابقا بني قريظة، فهذا المكان هو الوحيد من حدود يثرب الذي لا يحيط به الخندق، ويستطيع من نرسله أن يأتي لنا بالأخبار. سأدبر كل شيء. الليلة سنعرف الكثير من الأمور التي تدور في يثرب. يا قوم، يا قوم، وقد وعدنا محمد أن نأكل كنوز قيصر وكسرى،
واليوم لا يأمن أحدنا على نفسه أن يذهب للغائط. لقد حاصرت قريش والقبائل يثرب من كل ناحية. الأطفال يتضورون جوعا، العجائز يموتون. اتركنا يا محمد نعود إلى ديارنا، فنحن لا شأن لنا بيثرب. يا ابن قشير، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت في الخندق معنا، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد. لا شأن لنا بما بين محمد وقريش، اتركوا الخندق ولنعد إلى ديارنا. هؤلاء وأمثالهم هم المرادون بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وضربت القبائل بقيادة قريش حصاراً حول المدينة، ومنعوا الطعام والمؤن عن أهل المدينة، ولم يكن هناك قتال بين المسلمين والمشركين إلا بعض التراشق بالنبال والسهام، حتى كان ذلك اليوم. انظروا هذا الشق في الخندق، يمكننا إذا ما قفزنا بخيولنا أن نعبره فندخل المدينة. كيف اهتديت إليه يا عمرو بن عبدود؟ لقد مررت بفرسي حول الخندق من كل ناحية حتى وجدت هذا الشق، وهو أضعف نقاط الخندق ولا توجد حراسة كافية عليه، فهيا نقتحمه، هيا فلندخل بخيولنا. ألا نبلغ أبا سفيان والآخرين؟ لا وقت لدينا، قد يتنبه المسلمون ويحمون هذه المنطقة فنفشل في دخولها. هيا لنندفع بخيولنا وندخل إلى خلف الخندق، هيا. وكانت قريش تعد عمرو بن ود بمئة رجل في المعركة لشجاعته وقوته، وكان قائدا للمشركين في هذه المعركة. يا رسول الله، يا رسول الله، لقد حدث أمر جلل. يا محمد، لقد اقتحمنا حصنك المنيع، وها نحن داخل يثرب نريد المبارزة، فهل من مبارز؟ هل من مبارز؟ فقام علي رضي الله عنه وقال: أنا له يا نبي الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجلس، فإنه عمرو بن ود. أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ فقام علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أنا. فقال: إنه عمرو. فقال: وإن كان عمرا، وأنا علي بن أبي طالب. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال: اللهم أعن. وقال علي بن أبي طالب: أنا أبارزك يا ابن أخي، والله ما أحب أن أقتلك. قال علي بن أبي طالب: وأنا أريد أن أريق دمك يا عدو الله. وبارز علي بن أبي طالب خصمه المشرك عمرو بن عبد ود. انتشر الغبار حول المكان من ضرارة القتال حتى تغلب علي وقتله. الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
ولما قتل الإمام علي رضي الله عنه عمرا أقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل، فقال له عمر بن الخطاب: هلا سلبته يا علي درعه؟ فإنه ليس في العرب درع مثلها. فقال علي رضي الله عنه: ضربته فبانت سوءته، فاستحييت أن أكشف سوءة ابن عمه. ها هو زعيمكم قد قتل، وستقتلون أنتم أيضا. أن أوصيكم بشيء، أن تنتقموا من بني قريظة وتعاقبوهم على نقضهم لعهد رسول الله. لنا هنا أكثر من 10 ليال نحاصر المسلمين، وما وهنوا ولا استسلموا. ماذا نصنع يا خالد؟ هؤلاء المسلمين يفعلون الأعاجيب، ما زلت لا أدري كيف يتحملون كل هذه المكاره ولماذا؟ لقد كادوا يقتلونني عندما هاجمنا الخندق وهربت منهم بأعجوبة، فقتلوا عمرو بن عبد ود والآخرين معه. قويت شكيمتهم وأصبحوا لا يهابون الموت. ماذا سنصنع؟ سننتظر لنرى نتيجة حصارنا لهم، هذا أقصى ما يمكننا فعله الآن. يا رسول الله، هل من شيء تقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. أحكمت الأحزاب الحصار حول المدينة، وندر الطعام والشراب، وبدا الأمر أن المسلمين لن يتحملوا هذا الحصار لفترة أطول من هذا. ولذا اجتمع في المسجد عدد من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للنظر في أمر الحصار وتغيير خطة القتال. يا رسول الله، ماذا نفعل وقد ضرب المشركون حصارهم حول يثرب؟ هنا تبدو مكامن القوة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالإضافة لكونه نبياً محملاً برسالة إلى قومه، إلا أنه في موقف كهذا تعامل مع الأمر كالقائد العسكري الذي يدري جيداً كيف يتعامل سياسياً ونفسياً مع جنوده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفئات التي تحارب تنقسم إلى 3 فئات: قريش تحارب من أجل مكاسب سياسية ويهمها القضاء على الدين الوليد، قبائل مثل غطفان وغيرها تحكمها المكاسب المادية وما تجنيه من غنائم في هذه الحرب، والفئة الثالثة بنو النضير ومن والاهم يحاربون من أجل الانتقام من رسول الله وما فعله معه. وماذا سنصنع يا رسول الله؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة.